مدينة جدة، تلك المدينة الساحلية النابضة بالحياة على ضفاف البحر الأحمر، شهدت ميلاد فنانة استثنائية، إنها صفية بن زقر. منذ نعومة أظافرها، امتلكت صفية فضولاً فطرياً وحباً عميقاً لمحيطها. أسواق جدة الصاخبة وعمارتها التقليدية ونسيجها الثقافي الغني، كلها تركت بصمة لا تمحى في قلبها الصغير. لم يكن أحد يعلم حينها أن هذه الفتاة الصغيرة ستصبح واحدة من أشهر الفنانات في المملكة العربية السعودية. ستبقى رحلة صفية الفنية متشابكة إلى الأبد مع مشاهد وأصوات مدينتها الحبيبة جدة. منذ صغرها أظهرت صفية موهة فطرياً في الفن، كانت تقضي ساعات طويلة في رسم العالم من حولها وتلتقط روح مدينتها على الورق. أدركت عائلتها إمكاناتها الفنية ونمت موهبتها، شجعوها على استكشاف إبداعاتها ووفروا لها الموارد اللازمة لتطوير مهاراتها. كان لهذا الدعم المبكر أثره الكبير في مسيرة صفية الفنية. كانت جدة في تلك الأيام تشهد فترة تحول، لكنها ظلت متجذرة بعمق في تقاليدها. كان لهذا المزيج الفريد من القديم والجديد تأثير عميق على صفية. لقد أثار فيها رغبة في توثيق وحفظ التراث الثقافي الغني الذي رأته حولها. لم تكن تعلم حينها أن هذا الشغف سيصبح قوة دافعة في حياتها المهنية كفنانة، مما يشكل أسلوبها الفريد ويترك إرثاً دائماً في الفن السعودي. سعياً وراء توسيع آفاقها الفنية، انطلقت صفية في رحلة إلى القاهرة مصر لمتابعة تعليمها. وفرت القاهرة بمؤسساتها الفنية الشهيرة وساحة فنونها النابضة بالحياة الخلفية المثالية لموهبة صفية الناشئة. التحقت بكلية القاهرة للفنون الجميلة المرموقة، وهي بوتقة تنصهر فيها الإبداع والابتكار. عرفتها الكلية الغارقة في التاريخ على الحركات والتقنيات الفنية المتنوعة، مما وسع مفرداتها الفنية. خلال فترة وجودها في القاهرة، انغمست صفية في نسيج المدينة الثقافي الغني، زارت المواقع الأثرية واستكشفت الأسواق الصاخبة، وامتصت الطاقة الفنية التي تتخلل كل ركن من أركان المدينة. أثبتت هذه التجربة أنها تحويلية بالنسبة لصفية. لقد عرفتها على أفكار جديدة ووجهات نظر مختلفة وعالم أوسع للتعبير الفني. لم تكن السنوات التي قضتها في القاهرة مجرد تعلم أكاديمي لصفية، لقد كان الأمر يتعلق بامتصاص جوهر ثقافة مختلفة وفهم فروقها الدقيقة وإيجاد الإلهام في جمالها اليومي. شوارع القاهرة الصاخبة وسحر النيل الخالد وأصداء الماضي المجيد، كلها وجدت طريقها إلى فنها، مما أثر لوحتها الفنية ووسع رؤيتها الفنية. بعد إكمال دراستها في القاهرة، عادت صفية إلى المملكة العربية السعودية عام 1963. كانت حريصة على المساهمة في المشهد الفني المزدهر في وطنها. ومع ذلك، فقد وجدت بلداً يمر بعملية تحديث سريعة. كانت المملكة العربية السعودية التي عادت إليها مختلفة تماماً عن تلك التي تركتها وراءها. اجتاحت رياح التغيير أرجاء البلاد، حاملة معها عهداً جديداً من التقدم والتنمية. بينما رحبت صفية بالجوانب الإيجابية لهذا التقدم، إلا أنها شعرت أيضاً ببعض القلق. لاحظت أن التحديث السريع يأتي في بعض الأحيان على حساب القيم التقليدية والتراث الثقافي. حلت المباني محل الأحياء القديمة، وكان بريق الجديد يطغى على سحر القديم. شعرت صفية بإحساس عميق بالمسؤولية لاستخدام فنها لسد هذه الفجوة ولتذكير الناس بجمال تراثهم. كان هذا الإدراك نقطة تحول في رحلة صفية الفنية. في هذه اللحظة قررت أن تكرس فنها لاتقال جوهر الحياة السعودية التقليدية. شعرت بإلحاح لتوثيق طريقة الحياة سريعة الزوال وللحفاظ عليها للأجيال القادمة. أصبح فنها شكلاً من أشكال رواية القصص المرئية، يحفظ الذكريات والتقاليد التي كانت معرضة لخطر الزوال. أصبحت لوحات صفية انعكاساً لمهمتها. بدأت في تصوير مشاهد من الحياة اليومية في جدة القديمة،
حيث التقط الجمال المعماري للمنازل التقليدية والطاقة النابضة بالحياة للأسواق المحلية والبهجة البسيطة للحياة السعودية التقليدية. لم تكن لوحاتها مجرد تصوير للعالم المادي، لقد كانت مشبعة بشعور عميق بالحنين إلى الماضي وتوق إلى زمن أبسط. لقد أولت اهتماماً دقيقاً بالتفاصيل وأعادت ابتكار الأنماط المعقدة للسجاد التقليدي والقوام المتوذرد لمنازل الطوب اللبن والألوان النابضة بالحياة للملابس التقليدية. كانت كل ضربة فرشاة بمثابة شهادة على حبها لتراثها ورغبتها في الحفاظ عليه في أنقى صوره. لم يكن فنها يدور حول الجماليات فحسب، كان الأمر يتعلق برواية القصص والحفاظ على روح المملكة العربية السعودية القديمة حية. وجد فن صفية صداً عميقاً لدى الشعب السعودي، لقد استحضر شعوراً بالألفة وتذكيراً بجذورهم، وصل إلى ماضيهم الذي كان يتلاشى بسرعة. زينت لوحاتها جدران المنازل وصالات العرض وأصبحت مصدر فخر وإلهام للسعوديين من جميع مناحي الحياة. لقد كانت بمثابة تذكير مرئي بتاريخهم المشترك واحتفال بهويتهم الثقافية في عالم سريع التغير. مدفوعة بشغفها الراسخ لتنمية الفن السعودي والحفاظ على التراث الثقافي، اتخذت صفية خطوة مهمة في تأسيس دار صفية بن زقر. لم تكن دار صفية بن زقر مجرد معرض فني، بل تم تصميمها كمركز ثقافي نابض بالحياة. كان هذا المسعى بمثابة شهادة على تفاني صفية في تعزيز حب الفن في قلوب مواطنيها السعوديين. لقد أصبح مركزاً للفنانين للتواصل والتعاون والحصول على الإلهام من بعضهم البعض. بين جدران دار صفية بن زقر وجد الفنانون الشباب منصة لعرض مواهبهم والتعلم من الشخصيات الراسخة وإيجاد أصواتهم الفنية. لقد أصبح مهداً للمواهب الناشئة ورعى الجيل القادم من الفنانين السعوديين. استضاف المركز ورش عمل ومعارض ونقاشات، مما أدى إلى بث الحياة في المشهد الفني السعودي وتعزيز الشعور بالانتماء بين الفنانين. كانت دار صفية بن زقر أيضاً ملاذاً للحرف اليدوية السعودية التقليدية. أدركت صفية أهمية الحفاظ على هذه الحرف التي كانت تواجه أيضاً خطر النسيان. أصبح المركز مكاناً يمكن للحرفيين فيه عرض مهاراتهم ونقل معارفهم إلى الأجيال الشابة والحفاظ على هذه التقاليد القديمة حية. لقد أصبح منارة للحفاظ على الثقافة، مما يضمن استمرار ازدهار التراث الفني للمملكة العربية السعودية. لم تغب مساهمات صفية في الفن السعودي عن الأنظار، إن تفانيها في الحفاظ على التراث الثقافي وأسلوبها الفني الفريد والتزامها الراسخ برعاية المواهب الشابة أكسبها التقدير داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. تم الاحتفال بأعمالها في معارض في جميع أنحاء العالم، من الشرق الأوسط إلى أوروبا والولايات المتحدة. حصلت على العديد من الجوائز والأوسمة طوال مسيرتها المهنية اللامعة. كانت كل جائزة بمثابة شهادة على تأثيرها الدائم على عالم الفن وقدرتها على تجاوز الحدود والتواصل مع الجماهير على مستوى إنساني عميق. لكن ربما كان التقدير الأكثر أهمية هو تقدير الشعب السعودي نفسه، فقد زين فنها الأماكن العامة ونعمت به جدران المنازل وأصبح مصدر فخر وطني. قدرت المملكة العربية السعودية مساهمات صفية القيمة بمنحها جائزة الملك فيصل المرموقة لخدماتها للوطن. هذه الجائزة، وهي واحدة من أعلى درجات التكريم في العالم العربي، اعترفت بدورها المحوري في تشكيل المشهد الثقافي للمملكة العربية السعودية. لقد كانت شهادة على قدرتها على سد الفجوة بين التقاليد والحداثة، ولتذكير العالم بجمال وثراء التراث السعودي.